الله لا يريد لنا ما يسمى مرض السرطان الذي نخاف حتى من ذكر اسمه ونقول أصيب بذلك المرض وشفاه الله من ذلك المرض. القرآن الكريم إذا موجود عندنا فما عندنا مشكلة ولا بأي مرض، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى وضع في جمجمة كل إنسان فينا غدة تقع إلى الأعلى من الأذن للخلف قليلا، هي الغدة الصنوبرية، وزن 180 ملي غرام بقدر حبة الحمص، موصولة مباشرة مع النواة فوق التصالبية، هي الساعة البيولوجية للإنسان، وموصولة مباشرة مع العصب البصري. لماذا موصولة مع العصب البصري؟ هذه الغدة الصنوبرية وهذا شكلها موصولة مباشرة مع شرايين الدم. كل يوم وبتوقيت إلهي مذهل حينما يحل الظلام تماما، طبعا بعد المغرب لا يحل الظلام تماما، لذلك قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء، تستعد هذه الغدة فعلا لإفراز مادة طبية يعرفها السادة الأطباء، هي مادة الميلاتونين، لقاح مجاني يومي الله وضعه عندنا، تبدأ بإفراز مادة الميلاتونين تسري مجانا في كل دم الإنسان فتمنع الأكسدة في الخلايا وتمنع مرض السرطان. لكن هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام، متى ما كانت العين تتعرض إلى الضوء بعد صلاة العشاء تعطي أمرا عن طريق النواة فوق التصالبية، الغدة الصنوبرية لم يأتي الليل، فأنا أمنع عن نفسي اللقاح إذا تعرضت إلى الضوء بعد صلاة العشاء. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل فالله يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله محى آية الليل، نحن بأخطائنا الكثيرة جعلنا آية الليل مبصرة أكثر من آية النهار. آباؤنا وأجدادنا الذين تعرضوا إلى ضوء القمر بضوئه الخافت غالبا لم يسجل عندهم هذا المرض أو الذي تحول نسبيا إلى جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.